واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 772 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 619 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 22 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 567 طنا في مجال حجب أرز الشعيري والأبيض وعدم توريد أرز الشعيري والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فضلا عن ضبط قرابة 20 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط عشرة أطنان من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من الأسعار الرسمية لمواد البناء إلى جانب ضبط 795 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها مائتان وخمس وثلاثون قضيه خبز ناقص الوزن ومائه وإحدى وسبعين قضيه خبز غير مطابق للمواصفات وضبط تسع قضايا في مجال القضايا التموينيه المتعلقه بغش الاعلاف والبيع بازيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت قرابه تسعه واربعين طنا